السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تقيمكم لهذا المباراة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا الصحافة اللي دارت تغطية لهذه المباراة، وكنشكروا أيضا فريق المنصورية على الاستقبال. الحمد لله مباراة دازت جيدة، لكل الطرفين درنا محاولات. المهم أننا خارجين نقطة ديال التعادل كانت نقطة إيجابية بالنسبة لنا، بالخصوص راك لاحظتي كنا كنلعبوا 45 دقيقة بالنقص العددي. الحمد لله قدرنا اللاعبين كنشكرهم على المجهودات اللي قدموا، كنشكر حتى الإدارة على الظروف اللي كتوفر لنا. الحمد لله نتمنى وإن شاء الله، للأسف كانت عندنا انطلاقة متعثرة، نتمنى وتكون نستدركوا الموقف وتكون عندنا في المباريات المقبلة نأدي مباراة ممتازة. الحمد لله نقطة أحسن من لا شيء، بخصوص الظروف اللي عشناها اليوم ب 10 لاعبين في الشوط الثاني. فالحمد لله انا ما غير غنشكر اللاعبين ونزيد نتمنى المجهودات ديالهم، نتمنى ونصحوا الاخطاء اللي طحنا فيها اليوم. طبعا كانت عندنا رؤيه للمباراه، ان شاء الله غنديروا التحليل ديالنا للمشاكل اللي وقعوا ونحاولوا ما امكن نصحوا ما امكن، وان شاء الله تكون نتائج ايجابيه في المباريات المقبله باذن الله. طبعا فعلا لان احنا قبل ما كدير المباراه كتقلب كتشوف شنو الفريق شنو كيفاش لي سيستيم دو جو اللي كيلعب، وحنا كما كنعرفوا على مراد عيني لان هذه ماشي المباراه الثالثه عندي معاه، كان ضروري دونك عندي دراسه عليه انه كيلعب 3-5-2، رغم ان اليوم ما لعبش بها، لعب 4-3-3. انا وجدت على اساس انني غنلعب كونتر لو سيستيم ديال 3-5-2، الحمد لله لعبت ب 4-4-2 واللي بلوكينا، لان لاحظنا انه ما كانش، رغم ان في بروميير ميتون كان ديزوكازيون ديالنا، بار كونتر لي زيكيب ادفيرس ما دارش شي حاجه كما لاحظتوا، ولكن الحمد لله فاش بالنقص العددي حاولنا ما امكن عاوتاني نرجعوا ب 4-4-1، والحمد لله عطات، قدرنا نحافظوا على النتيجه ديالنا اللي هو التعادل السلبي، ولكن عدى بالنسبه لنا ايجابي لان حصلنا على نقطه ديال في المباراه. الاوبجيكتيف ديالكم هذا الموسم؟ صراحه الله بالنسبه للوبجيكتيف عندنا لا فيناليتي هو اننا ان شاء الله نحققوا الصعود هذه السنه. للاسف كانت بدايه متعثره لان المباراه الاولى كانت خساره، نتمنوا ان شاء الله اننا نستدركوا الموقف لان مازال مباريات، ونتمنوا ايضا من الاداره تساندنا وتجيب لنا انتدابات في الانتقالات الشويه اللي ممكن نلقاو بها حلول ان شاء الله، ولما لا الصعود، لان دائما حنايا الطموح ديالنا وكنتمنى من اللاعبين يستمروا بهذا المجهود وبهذا العطاء، وباذن الله لما لا نحققوا الصعود ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.